حتى اللحظة عملية الفرز مستمرة، نحن نتحدث عن أكثر من 60% من عمليات الفرز حتى اللحظة. هناك تقدم للرئيس السابق دونالد ترامب بحدود 52% مقابل 46% لنائبة الرئيس كامالا هاريس. أيضا هناك أصوات ذهبت للمرشحة الثالثة جيل ستاين، وحتى أيضا لروبرت كينيدي جونيور، على الرغم من انسحابه ولكن استمر اسمه على الانتخابات هنا في ميشيغان. تجدر الإشارة، نعم تجدر الإشارة أيضا بأنه الأداء القوي للرئيس بايدن حتى اللحظة انعكس أيضا على السباقات الأخرى، إن كان رئيس بايدن أم الرئيس ترامب، حتى مجلس النواب، عفوا الرئيس ترامب، نعم أتحدث. الأداء القوي للرئيس ترامب في هذه المرحلة ينعكس على مجلس الشيوخ وأيضا على مجلس النواب، على السباقات التي تجري حتى اللحظة. ولكن مسؤولو الانتخابات يصرون بأنه النتائج ليست حاسمة وأن عمليات الفرز مستمرة حتى ساعات الصباح الأولى، من الممكن أن يتم الإعلان عنها. متى من المتوقع يعني أن يتم حسم وفرز هذه الأصوات ريتا في ميشيغان؟ كما ذكرت أنه بساعات الصباح يمكن الإعلان عنها، هذا ما قاله مسؤولو الانتخابات. يعني عملية الفرز مستمرة على الرغم من أنه صرنا نتحدث أكثر من 60% من الأصوات تم عدها وفرزها، إن كان أصوات التصويت المبكر أو حتى التصويت اللي تم اليوم بالحضور الشخصي. نعم، يعني المعروف عن هذه الولاية بأنها تتمتع بأغلبية مسلمة، بالتالي ما الذي جعل الناخب في ميشيغان أن يتحول إلى الرئيس ترامب، إلى انتخاب الرئيس ترامب؟ عدة أسباب حقيقة. أولها الاقتصاد، الوعود التي أعطاها الرئيس السابق دونالد ترامب للعمال وعمال المصانع السيارات تحديدا، إن كان بفرض تعريفات جمركية على السيارات الصينية، هذا أولا، وعدهم بإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة، نعم بتنشيط الصناعة من جديد، بضمان وبضمانات اجتماعية أيضا، وتحدث إلى الجالية العربية وقال لهم بأنه سينهي الحرب في غزة ولبنان، وأيضا الطروحات المحافظة التي قدمها لهم تحاكي الجالية الأمريكيين من أصول عربية. كل هذه الأمور، وأيضا وعد بوضع حد للتضخم، حتى لما تحدثنا إلى المواطنين في ميشيغان كانوا يقولون لنا بأنه وضعنا الاقتصادي حينما كان ترامب أفضل بكثير مما هو عليه خلال السنوات الأربع تحت حكم إدارة بايدن وهاريس. كل هذه النقاط وكل هذه العوامل اجتمعت، حتى أنه وجود المرشحة الثالثة جيل ستاين كان له أثر كبير، هي حصلت على حوالي أكثر من 20,000 صوت. نعم، ونحن نعلم أنه في 2016 ترامب حصل على تأييد ميشيغان، على أصوات ميشيغان بفرق 10,000 صوت. نعم، شكرا لك ريتا لكل هذه التوضيحات.